الدكتور أبو منصور هادي الذي رقي إلى رتبة مشير. ونتثائر تساؤلات إن كان خروج صالح من اليمن يشكل بداية انفراج حقيقي للأزمة، كما أنه يعرض واشنطن لعاصفة من الانتقادات لاستقبالها رئيس يتهمه كثير من اليمنيين بأن دماء على يديه حسب ما يقولون. مغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للولايات المتحدة للعلاج لا تعني أنه سيغادر اليمن بلا رجعة، بل سيعود مرة أخرى بعد استكمال علاجه وسيقود حزب المؤتمر الشعبي العام، بل ذكر في بيان أيضا أنه سيشارك في تنصيب عبد الرب منصور هادي رئيسا للدولة، وهذا يعني أن صالح ربما لن تطول رحلة علاجه في الولايات المتحدة. أدعو الجميع وأوجه الجميع من هذا المكان وإلى جانب قيادة المؤتمر، أوجه الجميع، أوجه أبناء الوطن، أبناء سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين، أن يلتفوا حول بعضهم البعض، وأدعو إلى المصالحة، إلى المصارحة والمصالحة ما عدا ما يخص الإرهاب. الإرهاب هذا له وضع آخر، لكن مصارحة ومصالحة من خلال المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية في إطار مؤتمر وطني عام. ويأتي إعلان صالح قراره بمغادرة البلاد للعلاج بعد يوم واحد من إقرار البرلمان اليمني قانون الحصانة القضائية لصالح ومن عملوا معه، لكن يبدو أن هذه الأنباء لم يرضى عنها مئات الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات في عدة مدن يمنية كصنعاء وإب وتعز والضالع تقدمهم أهالي الذين قضوا خلال 11 شهرا الماضية. في هذه الأثناء غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء بعد زيارة استمرت 10 أيام، وكانت زيارة بن عمر قد ساهمت في تخفيف حدة التوتر الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. لقد حققت حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية والأمنية تقدما في إزالة حواجز طرق ونقاط تفتيش، وقد اتخذت كذلك خطوات أولية لسحب القوات إلى معسكراتها وعودة الميليشيات المسلحة إلى قراها. ومع ذلك لا تزال العملية بعيدة عن الاكتمال، وأنا أدعو كل الأطراف إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها. ومنحت الحصانة لصالح في إطار إجراءات لإقناعه بالتخلي عن السلطة بعد نحو عام من الاحتجاجات ضده والتي أصابت البلاد بالشلل. ويتهم المتظاهرون قوات الأمن التي يسيطر عليها صالح ومساعدوه بقتل المئات، بينما يخشى البعض من تشبث بعض أتباعه بالسلطة بعد رحيله. ياسر البرديسي، BBC. للمزيد معنا في الاستوديو الدكتور فواز جرجس مدير مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعه لندن، وكذلك ينضم الينا من صنعاء خالد الانسي القيادي في الثوره الشعبيه الشبابيه في اليمن. وارحب بضيفي من واشنطن الدكتور ادمون غريب استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه الامريكيه بواشنطن والذي سينضم الينا بعد قليل. دكتور فواز جرجس، يعني لن اسال، اريد ان استمع منك الى تعليق الان. ربما الرئيس علي عبد الله صالح وصل الى عمان كما أو في طريقه إلى الولايات المتحدة، ليس هناك من مصدر يعني يؤكد هذه الأنباء، كيف تخرج هذا النموذج اليوم؟ بداية حلحلة للأزمة البنيوية في اليمن. أنا أعتقد ذهابه إلى واشنطن هو الحقيقة مرحلة مهمة جدا، مرحلة انتقالية للشعب اليمني. اشترطت الإدارة الأمريكية على صالح 3 شروط. الشرط الأول التخلي عن السلطة، الشرط الثاني تسليم السلطة لنائبه، الشرط الثالث تحديد مهلة إقامته في الولايات المتحدة وعدم الانخراط في العملية السورية في العملية السياسية وهو في الولايات المتحدة. ومن ثم نحن الآن الحقيقة اليمن يبدو أنها سوف تبدأ العملية الصعبة المعقدة، عملية الانتقال من نظام علي عبد الله صالح إلى نظام آخر. سأأتي لموضوع الانتقال، هل تتوقع أن يستقبل كرئيس دولة في الولايات المتحدة؟ أبدا. الولايات المتحدة الحقيقة تتخوف إدارة أوباما في الشهور العديدة، هذه ليست مسألة يوم، كان في نقاش وحوار لمدة عدة أشهر. تتخوف الإدارة الأمريكية من أن حقيقة استقبالها للرئيس اليمني من أن يفقدها يعني الشرائح الشبابية في اليمن، ومن هنا اشترطت، كانت محددة في شروطها الرئيسية لأنها لا تثق في الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ولأنها تعرف أنه يلعب على عدة
عدة ألاعيب، ومن ثم الشروط المحددة والمسبقة لاستقباله في الولايات المتحدة للتطبيب، مهلة محددة، عدم الانخراط في العملية السياسية، ومن ثم الخروج من الولايات المتحدة إلى بلد آخر. أستاذ خالد الأنسي، أليس اليمن أفضل حالنا اليوم بعد رحيل علي عبد الله صالح من المشهد، من سدة الحكم في اليمن بعد 33 عاما؟ يا أخي، من يحضر الساحات في اليمن يستطيع أن يرقب وأن يحكم أن الثوار لم يتفاءلوا كثيرا بخروج علي عبد الله صالح، وأنهم تعاملوا مع هذا الخبر بشكل اعتيادي، باعتبار أن هذا الرجل قد أدخل العالم في ملهاة اسمها سفر صالح، توقيع صالح، عدم توقيع صالح. هنالك قد يكون نوعا من التفاؤل بأن علي عبد الله صالح خرج خروج مهين ولم يخرج خروج مشرف كما كان يتوهم، فقد خرج خلسة إلى المطار، لم يسمع الناس بسفره إلا بعد ربما ساعات من مغادرته البلاد. لكن وجوده وعدم وجوده لا يعني شيء كثير، بل كثوار نحن نعتبر أن عدم وجوده سيشكل لنا في المستقبل عائق أمام ملاحقته ومساءلته قضائيا عن الجرائم التي ارتكبها، سواء جرائم قتل زملائنا من الثوار والمتظاهرين المسلمين أو جرائم نهب المال العام على مدى سنوات حكمه. قضيتنا ليست مع شخص علي عبد الله صالح، وإنما مع نظام علي عبد الله صالح بالكامل، مع أركان حكمه ومنظومة الفساد. علي عبد الله صالح الآن غادر، وقد ضمن لحكمه أن يبقى في شراكة مع ما كان يعرف بالمعارضة، فيما يعرف بحكومة الوفاق أو حكومة النفاق. وبالتالي نحن كثوار نشعر أن المهمة لا زالت أمامنا كبيرة، وأن هنالك تحدي وهو إسقاط هذا الأمر. كما أن علي عبد الله صالح بتركيته لعبد ربه إلى رتبة المشير اليوم، أراد أن يقول لنا كثوار: ها هو في مصر يحكمها المشير طنطاوي، وأنا تركت لكم المشير عبد ربه، وأن السلطة بيد رفاقه وبيد العسكر، وأنه لم يتغير شيء على صعيد الأمر الواقع، لا في حياة الناس ولا في أهم مفاصل السلطة التي لا تزال تحت أيدي أبنائه والمقربين إليه، وإن كانوا يواجهوا الآن بالأحذي وبالشتائم مثل ما حدث اليوم لأخيه الذي رمي بالأحذي في القوات الجوية. وكانت هذه رسالة أيضا بالغة لعلي عبد الله صالح، أنه إذا لم يخرج من تلقاء نفسه فستخرج والأحذية تطارقه. نعم. مستقبلا. أرحب الآن بضيفي من واشنطن الدكتور إدموند غريب. دكتور إدموند، حتى لو إن كان الاستقبال بدافع التطبيب عفوك، ألا يعج ذلك واشنطن أن تستقبل من يوصف من قبل الخصوم بالديكتاتور ومنتهك حقوق الإنسان؟ كان بإمكانها أن يتعالج في أي بقعة في العالم. أعتقد أن واشنطن كانت تجد نفسها في وضع حرج، وكان هناك الكثير من التردد والانقسام داخل المؤسسة الأمريكية أو داخل الإدارة، ولكن في النهاية أعتقد أنه بعد القرار الذي اتخذ من قبل الرئيس اليمني بتسليم صلاحياته ومغادرة البلاد، فأن الاعتقاد هنا بأن ربما الضرر من مجيئه إلى واشنطن سيكون أقل من الأضرار التي كانت ستبرز في حال استمراره في اليمن. بالنسبة لواشنطن، واشنطن تريد إلى حد كبير إيجاد مخرج من الأزمة الحالية، لأنها تعتقد أن هذه الأزمة هي خطرة جدا بالنسبة لواشنطن ولمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. فاليمن كما تعلم بلد استراتيجي جدا على البحر الأحمر وفي المحيط الهندي وقريبة من الخليج، حيث الممرات حيوية للنفط وللطاقة، وهناك أيضا تمرد داخلي، هناك الحركة الحوثية، هناك انقسامات بين المعارضة والنظام، وهناك طبعا الحركة التي تطالب باستقلال جنوب اليمن، وهناك القاعدة في الجزيرة العربية. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تريد أن تنهي أو على الأقل تبدأ بالتحرك بهذا الاتجاه، وكان من الضروري خروج الرئيس صالح في هذه المرحلة. طب في على ضوء هذه كل ما ذكرته من نقاط حيوية وهامة، دكتور إدموند، هل تعتقد أن الرئيس صالح يستفيد
من نتائج ذلك التعاون الذي أبداه نظامه مع الولايات المتحدة فيما يسمى الحرب على الإرهاب؟ أعتقد أن هو هذه إحدى النقاط، لأنه فعلا الولايات المتحدة وجدت نفسها في مأزق، من ناحية لأنها تواجه انتقادات كثيرة من المعارضة اليمنية، من منظمات حقوق الإنسان التي تقول بأنه تم التسامح أو غض النظر عن ما يصفه أو لا بأنها جرائم أو انتهاكات. ولكن من ناحية ثانية أيضا الولايات المتحدة تعلم أنها واجهت ولا تزال تواجه انتقادات، كما يقول البعض أنها رمت بعض حلفائها أمام القطار عندما واجهوا معارضة داخلية، وعندما كانوا هم في مشكلة بينما كانت تتعاون معهم لعقود كما حدث مع الرئيس مبارك. ولذلك فهي أيضا لا تريد أن تواجه مثل هذه التهمة مرة ثانية، ولذلك فأن هذا التحرك كان نوع من الحل الوسط، ربما ليس هو الخيار الأقل سوءا ربما بالنسبة لواشنطن، ومن هنا قد يمكن القول بأن الرئيس صالح قد استفاد من ذلك. طيب دكتور فواز، برأيك ممن استفاد الرئيس علي عبد الله صالح مما كما ذكره الدكتور إدمون، ربما هذا التعاون مع الولايات المتحدة من جوار إقليمي بعضه لا يرغب في أي تغيير أو يريد أن يجد له مخرجا مما استفاد، وبالتالي استطاع أن يهيئ هذا المخرج وهذا النموذج إن جاز التعبير؟ مما لا شك فيه أن مجلس التعاون الخليجي لعب دورا جوهريا، والولايات المتحدة من خلف الحقيقة الستار يعني behind the curtains في الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الحقيقة مساعدة اليمن على الخروج من هذه الأزمة البنيوية، يعني محاولة دفع صالح للخروج من اليمن. النقطة الرئيسية الجوهرية أن الولايات المتحدة كل الأسباب التي ذكرناها، أن النقطة الرئيسية في مصالح الولايات المتحدة تعتمد على قضية الإرهاب. يعني هناك نوع اعتقاد في الولايات المتحدة داخل الإدارة الأمريكية والأمنية والعسكرية بأن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية أصبح يشكل أكثر خطرا على الأمن الأمريكي والإقليمي من تنظيم أسامة بن لادن. ومن هنا الحقيقة أنت عم تحكي الآن على هناك نوع من الإجماع داخل الإدارة الأمريكية. وطبعا صالح استغل هذا الملف بدرجة ذكية جدا في السنوات الأخيرة، يعني عم يلعب على الحبال من أجل الحقيقة تصوير نفسه للولايات المتحدة على أنه اللاعب الرئيسي في محاولة ضرب تنظيم القاعدة، مع أنه الحقيقة كان يلعب على عدة حبال منذ التسعينات. ومن هنا يعني طبعا الإدارة، إدارة أوباما كانت منقسمة على نفسها لأنها لا تريد إغضاب الشرائح الشبابية الشرائح الثورية، ومن هنا تخلي عن السلطة، تسليم السلطة إلى نائبه، وتحديد مهلة إقامته في الولايات المتحدة. يعني هو لن يذهب إلى الولايات المتحدة لمدة مفتوحة. وبالعكس عدة، ومن هنا الحياة الإدارة الأمريكية اشترطت عليه أولا الذهاب إلى بلد عربي والدخول إلى مستشفى معين، ومن ثم المستشفى العربية سوف تطلب من المستشفيات الأمريكية يعني قبول صالح. ومن هنا لأن الإدارة الأمريكية الحقيقة تنظر وبعين الرهب، يعني تتخوف من قضية كيف سوف يستخدم استقباله في الولايات المتحدة من قبل الشرائح الشعبية في اليمن. أستاذ خالد الأنسي، كيف تنظرون إلى هذا الترتيب؟ وهل بالنسبة لكم الثورة انتهت وسيعود الشباب المحتجون إلى منازلهم، أم أن الثورة مستمرة في اليمن لتحقيق أهداف أخرى غير رحيل وهو رحل الآن الرئيس صالح؟ ابتداءً اسمح لي أن أختلف مع ضيفك العزيز في أن الإدارة الأمريكية لم تعمل مصلحتها في مسألة قضية الإرهاب ورقة الإرهاب، وأن دعمها لصالح هو نتيجة خوفها من الإرهاب. هذه المسألة سقطت من فترة مبكرة، وخصوصاً بعد أن ثبت أن صالح هو من سلم أبيض للقاعدة ومن سلم رداع للقاعدة ومن سلم كثير من المناطق للجماعات المسلحة والمتطرفة بمختلف مشاربها وطوائفها. لكن الإدارة الأمريكية الآن هي تعمل كأجير للسعودية التي تمارس ضغوط ألا يحدث تغيير ثوري في اليمن، وأن يكون التغيير في اليمن ناتج عن اتفاق سياسي لكي تضمن أن تكون لها السلطة واليد العليا على اليمن. وبحكم مصالح أمريكا مع السعودية، أمريكا الآن تعمل لدى السعودية في هذا الإطار ولا تعمل لمصالحها بدرجة كبيرة باعتبار أن هنالك تبادل، بالإضافة إلى مسألة أنها لا تريد
أن تتخلى عن عملائها بسهولة حتى لا يخاف بقية الزعماء الذين قد يواجهوا نفس مصير علي عبد الله صالح. نحن ننظر الآن مصير علي عبد الله صالح لأنه يجد أن الدول تتبرأ منه ولا ترغب حتى باستقباله كمريض أو باستقباله كزائر، أن هذه النهاية مدلة تبشر بأن الثورة هذه قد أوصلت رسالة إلى ما ينتهي إليه الطغاة. أما على صعيد أحلامنا وآملنا فنحن نعرف أن الثورة بدأت الآن، بدأت حين دخلت المعارضة في حكومة وفاق وطني مع نظام علي عبد الله صالح. مشروعنا هو الدولة المدنية، والدولة المدنية لم تبنى بمجرد خروج علي عبد الله صالح، فلا زال أمامنا مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبحثون عن تقاسم هذه السلطة أو يحاولون سرقة الثورة مثل ما حاول علي عبد الله صالح من قبل سرقة الجمهورية وتحويل اليمن إلى نظام ملكي مسجل باسمه. سنستمر في الساحات وسنستمر في نضالنا حتى نحقق أهدافنا بالكامل. لقد استوعبنا الدرس المصري واستوعبنا الدرس الليبي واستوعبنا كل الدروس التي حدثت في المنطقة. مثل ما علي عبد الله صالح استفاد ممن سبقوه ممن سقطوا، نحن أيضا استفدنا من تجارب زملائنا في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي غيرها من الدول العربية، ونشعر أن معركتنا القادمة ستكون أشد وأصعب على من يريدون أن يتقاسموا السلطة بعد نظام علي عبد الله صالح ويتوزعوها مع بقايا الكاتب. دكتور إدمون، برأيك كيف ستصوغ الولايات المتحدة علاقتها المستقبلية مع حكام اليمن الجدد والمعطيات تغيرت الآن في اليمن؟ أعتقد أن الولايات المتحدة تعلم أولا بأهمية اليمن لأهميتها الاستراتيجية ولتأثير استقرار الوضع في اليمن على المنطقة ككل بالأحرى، وبالتالي فأن الولايات المتحدة ترغب في أن تكون هناك علاقة وثيقة، ترغب في رؤية نوع من الاستقرار في اليمن أو على الأقل حد أدنى من الاستقرار في اليمن لكي لا تؤثر على الدول الأخرى ولا تؤثر على الوضع اليمني، ولكنها أيضا تعلم بأن اليمن تواجه الكثير من التحديات، تحديات اقتصادية هائلة، أزمة إنسانية كبيرة، خلافات سياسية أيضا هائلة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستحاول قدر الإمكان بناء علاقات وثيقة مع القيادة اليمنية أولا للاستمرار في محاربة القاعدة، ومن ناحية أخرى لمساعدة اليمن على إعادة بناء البنى التحتية فيها وبناء مؤسساتها، و هذه من أهم الأمور التي ترغب الإدارة بها، لأن الاستقرار الداخلي ضروري أيضا للاستقرار الأمني والسياسي، ولكن التحديات كما قلت كبيرة. نعم دكتور فواز، يعني بدقيقة هذا كل ما تبقى لدينا، ماذا يمكن أن نطلق على الثورة اليمنية هذا النموذج وما أفرزته من نتائج؟ انتهى اليوم ربما برحيل الرئيس اليمني. الواقع الحقيقة أنا أعتقد أن علي عبد الله صالح خرج مستفيدا من هذا الوضع، براءة صق براءة من قبل المجلس الذي هو ليس منتخب من الشعب اليمني. المجلس الحقيقة لنكون صريحين هو مجلس يعني صنع مصنع وليس منتخب من الشعب، يذهب إلى الولايات المتحدة ليقول أنا لدي مشروعية دولية ومشروعية من أهم دولة في العالم، لديه يعني المبادرة الخليجية السعودية وقطر والسعودية ودول الخليج، ومن ثم طبعا وترك وراءه نظاما أولاده أولاد عمه قيادات، ومن هنا الحقيقة للأسف ومشير أيضا. والشيء الأخطر برأيي أنا هناك شروخ حقيقية بين يعني الشباب الثوري من جهة، الأحزاب الرسمية والقوى طبعا المستفيدة من الأوضاع في اليمن، ومن هنا الحقيقة نحن في بداية حلحلة الأزمة وليس في يعني هذه بداية، والبداية طبعا والمستقبل صعب جدا. دكتور فواز جرجس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لندن، شكرا جزيلا.